فإذا قبل ما نبتدي في هذا النوع من الإيمان خلينا نعرف الإيمان. لما احنا بنتكلم عن الإيمان أكيد بنتكلم من وجهة نظر مسيحي، فما هو تعريفك لكلمة الإيمان بحسب كلمة الله؟ لما نرجع لكلمة الله في كلمة الإيمان وتعريفتها فلازم نرجع للغة العبرية، لأن أول حاجة من كتب الله السماوية اللي كتبت هو العهد القديم. نعم. وأول تعامل من معاملات الله في كلمة الإيمان كانت مع حياة إبراهيم. فبتيجي في اللغة العبرية، واللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، فبتيجي في العبرية كلمة آمن. نعم. وكلمة آمن هي قريبة من النطق العربي وبتعني الثقة أو يقين بثبات ورسوخ. يبقى مش متزعزع، أنا متأكد 100%، أو بتعني بصدق أن أنا بصدق اللي بيحصل ده. وده اللي عبر عنه الكتاب لما إبراهيم آمن، يقول آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. الكلام ده موجود في سفر التكوين أصحاح 15 عدد 6. وبنلاقي نفس الكلمة دي، كلمة آمن بتيجي بكلمة إيجابية وسلبية. لما الرب كان هيذهب علشان يخرج شعب الله من أرض العبودية، من أرض مصر، فكان مرات تيجي بكلمة ممكن يصدقوا أو لا يصدقوا. هي بتيجي نفس كلمة آمن بحسب اللغة العبرية، والكلام ده موجود في سفر الخروج أصحاح 19 عدد 9.